فيلمنا بيبدأ مع الطبيبة النفسية آنا، وبتكون ساعتها بتكلم بنتها وجوزها في التليفون، وبيبان ساعتها انهم مش قاعدين مع بعض في نفس البيت، وبنفهم ان عندها فوبيا من الخروج من البيت، وبتكون في جلسة علاج طبيعي في بيتها. فبيحاول الدكتور بتاعها انه يخرجها من البيت، لكنه ساعتها ما بيقدرش يطلعها بره البيت، فبيديها علاج للاكتئاب. وبتكون آنا متعودة انها تراقب جيرانها من شباكها وبتشوفهم بيعملوا ايه كنوع من التسلية. وفي ليلة بيجي لها ولد اسمه ايسن، وبيعرفها على نفسه، بيقول لها ان هو لسه ساكن جديد في البيت اللي قدامها 101، وبيديها هدية صغيرة وبيقولها ان الهدية دي من مامته جين. وبتبتدي تعرفه بنفسه، وبتعرفه انها منفصلة عن جوزها وان بنتها عايشة مع جوزها. وبعديها ايسن بيعرفها انه عنده 16 سنة. وبعديها انا بتلاحظ ان هو مكتئب وانه في حالة صعبة، فبتحاول ساعتها انها تصاحبه وبتديله من شرايط الافلام اللي عندها، وبعديها بيمشي. وبيجي تاني يوم وبيكون ساعتها عيد الهالوين، فبتتفاجئ انا بصوت خبط على الشباك، ولما بتروح عشان تشوف ايه اللي بيحصل بتلاقي الاطفال بيحدفوا البيض على بيتها وبيضايقوها. فبتحاول ساعتها انها تسكتهم ولكنهم ما بيردوش، فبتطلع بره عشان تسكتهم، ولكنها بتكون خايفه جدا ومتردده انها تطلع بره البيت. ولما بتيجي عشان تخرج بتفقد الوعي وبتقع. ولما بتفوق انا بتشوف واحده غريبه قدامها، فبتعرفها على نفسها وبتقولها ان هي جين جارتها في البيت 101، وان هي مامت ايسن. وبيقعدوا ساعتها مع بعض وبيتعرفوا على بعض. فبتحاول جين انها تحذر انا من الادويه اللي بتاخدها، لانها بتكون بتشرب معاها كحول وده غلط عليها. وساعتها جين بتديها رسمه هديه كانت رسمها لها مع القطه، وبتعجب انا بالحلق اللي لابساه جين، فبتعرفها جين ان الحلق ده من حبيبها السابق. وبعد فترة بيخبط عليها واحد اسمه إليستر، وبيكون زوج جين وأبو إيسن، وبيسألها إن جين جات لها النهاردة أو زارتها أو إن ابنها جه زارهم. فساعتها بتنكر آنا وبتقوله لأ، فبيشكرها إليستر وبيمشي. وبيجي تاني يوم وبتصحى آنا مخضوضة من صوت جاي من بيتها من تحت، فبتكلم الشرطة بسرعة وبتنزل عشان بتكون شاكة إن في حد غريب في بيتها، بس بتتفاجئ بديفيد اللي بيكون مؤجر البدروم بتاع بيتها وعايش فيه. وبيعتذر لها ديفيد إن هو خضها وإن دخل البيت من غير ما يستأذن، وإنه بيدور على أدوات تصليح عشان يساعد بيها أليستر في حاجة في بيته. وبيجي الليل وبتسمع آنا صوت صريخ جاي من البيت 101، فبتبص بسرعة من الشباك عشان تشوف في ايه اللي بيحصل. فبتتصل بإيسن وبتسمع انه بيعيط، وبتحاول تفهم منه ايه اللي بيحصل، ولكنه بيقول لها انه كويس وانه مش محتاج اي مساعدة، وبيقفل الخط. وبعديها بتشوف آنا ان جين طالعة من البيت ومنهارة، وبيبان عليها انها خايفة جدا. وبيتصل بعديها أليستر بيها وبيقول لها انها اتصلت بتليفون بيتهم من شوية، فبتعرفه انها جارتهم آنا وانها اتصلت بيهم عشان تطمن، لانها سمعت صوت صريخ من عندهم، لكنه بيقول لها ان مفيش اي صوت صريخ، وبيقفل الخط في وشها. وبتنزل بسرعه عشان تسال ديفيد اذا كان سمع صوت صريخ ولا لا، ولكنه بيقول لها ان هو كان بيسمع موسيقى وما سمعش. فبتطلع انا وبتطلع الكاميرا بتاعتها وبتراقب بيها البيت بتاعهم. وبيروح لها ايسن، فبسرعه بتفتح له وبتلاحظ انه بيعيط وخايف، فبتحاول انها تحضنه وتهديه، وبتديله رقم تليفونها عشان لو احتاج اي حاجه يكلمها، وساعتها بيمشي. وبيجي يوم الخميس وبتكون انا عايشه يومها عادي، وهي بتشرب الكحول وبتاخد ادويه اكتئابها، لحد ما بيجي الليل بيكون عندها فضول انها تعرف ايه اللي بيحصل في بيت جين. فبتطلع وبتبص عليهم من الكاميرا، وبتلاحظ انا ان جين بتتخانق مع حد، ولكن الشخص ده ما بيكونش باين. وبيطلع ساعتها الشخص ده سكينه وبيقتل بيها جين. فبتتخض انا وبتروح بسرعه عشان تدور على التليفون بتاعها، وبتتصل بالشرطه عشان ينقذوها. وبعديها بتشوف جين وهي بتستنجد بيها وبتطلب منها المساعده، فبتقرر انا انها تروح عشان تساعدها، ولكن بسبب الفوبيا بتاعتها من الخروج بره بتقرر انها تمسك الشمسيه وتعدي بيها الطريق عشان ما تبصش على الشارع. ولما بتعدي الطريق بتتفاجئ بنور عربيه جاي ناحيتها، وساعتها بيغمى عليها. ولما بتصحى بتلاقي نفسها في البيت والشرطه بتحقق معاها، وبتسالهم انا عن جين وبتقول لهم على اللي حصل لها، ولكن بيجي ساعتها أليستر وبيقول لها ان جين كويسه وان مفيش اي حاجه حصلت. وساعتها بتوصل واحده شكلها غريب جدا وبتقول لها ان هي جين وانها ما شفتهاش قبل كده، لكن انا بتكذب كلامهم وبتقول لهم ان دي مش جين اللي هي تعرفها وانها قعدت معاها قبل كده واتكلموا. وبيجي ساعتها ايسن وبياكد كلامهم وبيقول لهم ان هي دي مامته فعلا. وساعتها أليستر بياخد ابنه وبيمشوا، وبتحذرها الشرطه من كتر البلاغات الكاذبه اللي هي بتعملها، وانها لو عملت كده تاني هتتحبس. وبيجي يوم الجمعه وبتكون انا مش مصدقه اللي حصل، فبتحاول انها تبحث عن اسم جين على النت، وبتبحث اكتر عن معلومات عن أليستر، وبتعرف ان هو كان في بوستن وان سكرتيرته انتحرت من الدور السادس، ولكنها بتحاول توصل لمعلومات اكتر بس ما بتقدرش. وبعديها بتروح لديفيد عشان تساله اذا كان شاف جين ولا لا لما كان بيساعد أليستر في تصليح شقته، ولكنها ما بتلاقيهوش، وبتلاقي رساله بتعرف منها انه كان مسجون قبل كده. وساعتها بيوصل ديفيد وبيشوفها بتفتش في حاجاته، فبيتضايق جدا وبتساله اذا كان شاف مرات أليستر ولا لا، ولكنه بيقول لها انه ما شافهاش ولا مره. وبتطلع انا لبيتها وبتكمل مراقبه لبيت أليستر، وبتصورهم بالكاميرا لحد ما بيجي لها اتصال من جين وبتقول لها تبطل تراقبهم والا هتتصل بالشرطه. فبتخاف انا وبتقفل الشباك وبتروح تنام. وبيجي يوم السبت وبتفضل تدور على القط بتاعها في كل مكان ومش بتلاقيه، فساعتها بتنزل تدور عليه في البدروم عند ديفيد، وفعلا بتلاقي القط مستخبي تحت السرير،
ولما بتيجي تطلع بتتفاجئ بالحلق بتاع جين في اوضه ديفيد، فبتتاكد ساعتها انها كانت صح وانها مش بتتوهم وانها شافت جين فعلا. فبتطلع بيتها وبتشوف ايسام في الشارع، فبتفضل تنادي عليه وبتقوله انه ليه كذب، لحد ما ايسام بيجي لها وبيقول لها انها ما ينفعش اللي بتعمله وان مفيش وجود لجين اللي في دماغها. واثناء ما بيكلمها بيجي والده وبيضربه بالقلم وبيطلعه بره وبيهددها انها لو قربت من ابنه تاني هيبلغ عنها الشرطه. وبيجي تاني يوم، يوم الحد، وبتلاقي انا الرسمه اللي كانت رسمها لها جين، فبتتاكد ساعتها اكتر انها مش بتتوهم. واثناء ما هي قاعده على اللابتوب وبتتصفح، بتتفاجئ بصوره ليها وهي نايمه مبعوثه لها من ايميل غريب، فبتتخض انا وبتبلغ الشرطه. وبيجي ساعتها المحققين وبيفتشوا البيت، ولكنهم مش بيلاقوا اي حاجه غريبه، فبيكونوا شاكين ان هي اللي صورت الصوره دي لنفسها وان الادويه اللي بتاخدها هي اللي عامله لها كل ده. وساعتها بيوصل أليستر وجين وبيكونوا متعصبين جدا منها وبيبلغوا عنها للمحقق انها بتراقبهم بالكاميرا، ولكنها بتقول للمحقق ان هو شخص عنيف وانه بيضرب ابنه وانها خايفه على ايسن منه. وبيوصل ديفيد فبيساله المحقق عن مكان ولحظه تصوير الصوره، ولكنه بيقول له ان هو كان مع حبيبته وفعلا بيتصلوا بيها وبيتاكدوا من كلامه انه صح. لكن بتعرف انا المحقق ان ديفيد مجرم سابق وانها لقت الخاتم بتاع جين الحقيقيه عنده في الاوضه، فبتحاول تقنعه انها مش بتهلوس وانها شافت فعلا جين الحقيقيه، وبتقول لهم ان لو جوزها كان موجود كان زمانه ساعد ايسن. ولكن المحققه بتعرفها ان عيلتها كلها ماتت، فبتبدا انا تفتكر اللي حصل لعيلتها وانها كانت معاهم في مره في العربيه، واثناء ما هي بتسوق بيتخانقوا هي وجوزها وبتعمل حادثه وبيموتوا. وبيقول لها المحقق انه عارف انها مرت بفتره صعبه جدا، وانها اكيد زي ما تخيلت انها بتكلم جوزها مع انه ميت، وانها بتتخيل كل ده وان هي دي جين الحقيقيه ومفيش اي حاجه من اللي هي بتتخيلها صح. فبتعتذر لهم على الازعاج اللي هي سببته لهم. وبيجي يوم الاثنين وبتكون قاعده مع دكتورها النفسي وبتقول له انها ما كانتش بتاخد الادويه اللي كتبها لها وانها بتشرب الكحول، ولكنها بتقول له انها ناويه تبقى احسن. وبعد ما بتخلص الجلسه بتقرر انا انها تنتحر، وبتجيب ادويتها كلها وبتطحنها، وبتبتدي تسجل فيديو ليها وبتقول ان محدش السبب في ان هي تموت وانها عملت كده بارادتها. وبتطلع اوضتها وبتتفرج على صور لبنتها على موبايلها، لحد ما بتشوف صوره للقط وبتشوف فيها حاجه غريبه جدا، وبتروح وبتحط الصوره دي على اللاب وبتكبرها، وبتتفاجئ انها شايفه انعكاس لجين الحقيقيه على الكاس، فبتعرف فعلا انها مش بتتوهم وانها كان عندها حق. فبتنده على ديفيد وبيطلع لها وبتوري له ساعتها الصوره، وبيبتدي ديفيد يفهمها ان اللي هي شافتها دي اسمها كيتي، وان هي ام ايسن الحقيقيه، وانها كانت مدمنه مخدرات، وان أليستر سجنها، ولما طلعت من السجن ما كانش راضي يخليها تشوف ابنها، وكان بيدفع لها فلوس عشان تمشي وتبعد عنهم. وبيعرفها ديفيد ان هو يوم الاربعاء لما كان في البدروم كان نايم معاها، ولكنها بتكون عايزاه يبلغ الشرطه، بس هو بيقول لها انه هيهرب من المدينه قبل ما اي حد يعرف. وبتروح وراه بسرعه عشان تتحايل عليه، ولكن الجهاز بيقع منها وبيتكسر والصوره بتروح من عليه. وبعديها بتسمع صوت غريب جاي من تحت، وبتفضل تنادي على ديفيد ولكنه ما بيردش. وبتتفاجئ ساعتها بايسن داخل عليها ومعاه سكينه وبيكون عليها دم، فبيقول لها انه قتل ديفيد لانه قضى ليله مع مامته، وبيقول لها انه سرق مفاتيح بيتها، وان هو اللي كان بيخش البيت بتاعها وبيصورها، وان هو اللي رمى السكرتيره بتاعه باباه من الدور الثامن، وانه هيقتلها زي ما قتل مامته بسبب فشلها في الحفاظ على اسرتهم. وبيبان عليه انه مريض وبيستمتع لما بيشوف الناس بتموت قدامه. وبتقول له انا انه كان عنده حق وانها هتنتحر بدل العيشه دي، وبتحط الادويه اللي كانت طحناها في كاس الكحول وبتمثل عليه انها بتشربه، واول ما بيقرب منها بتخبطه بازازه الكحول وبتجري، وبتقدر انها تهرب منه وتطلع على السطح ولكنه بيطلع وراها، وبتقدر انها تاخد السكينه منه ولكنه بيستخبى وبيهجم عليها وبيضربها بالخطاف في وشها، وبيحاول بعديها ان يغرقها في الميه اللي على السطح ويموتها، ولكنها بتقدر انها تزقه على الازاز وبيكسر الازاز تحته وبيقع وبيموت. وبعد كده بتفوق انا في المستشفى وبيتكلم معاها المحقق وبيتاسف لها انه ما صدقهاش، فبتساله عن ديفيد ولكنه بيقول لها ان ديفيد مات، وبيقول لها ان تم القبض على أليستر وجين وانهم اعترفوا على مكان جثه كيتي. وبيعدي 9 شهور وبتكون انا صحتها اتحسنت وبتقدر تخرج بره البيت، وبتعزل ساعتها لمكان جديد. وبكده بينتهي فيلمنا، ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناه وفعل الجرس عشان تتابع كل جديد.